بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي، هنتكلم إن شاء الله عن الوحدة الثانية. الدرس الأول بيتكلم على الجهاز الدوري. إيه هو الجهاز الدوري؟ الجهاز الدوري هو جهاز بيقوم بنقل المواد الغذائية المهضومة والأكسجين والماء إلى جميع خلايا الجسم، وبينقل كمان الفضلات إلى أعضاء الإخراج. دي وظيفة الجهاز الدوري. طيب يا ترى ايه هي مكونات الجهاز الدوري؟ مكونات الجهاز الدوري بيتكون من 3 أشياء، هي القلب والأوعية الدموية والدم. ايه هو القلب؟ القلب هو عضو عضلي أجوف كمثري الشكل، يقع في منتصف الصدر ولكن هو مائل ناحية اليسار قليلا. وبيتكون القلب من 4 حجرات، أذين أيمن وبطين أيمن، أذين أيسر وبطين أيسر، وبين كل أذين وبطين صمام يسمح بمرور الدم في اتجاه واحد. طيب الأوعية الدموية هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن شبكة من الأنابيب بيجري فيها الدم داخل الجسم. أما الدم فهو بيتكون من 4 أقسام: كرات الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء والصفائح الدموية والبلازما. كرات الدم الحمراء طبعا اللي بيديها اللون الأحمر هي مادة الهيموجلوبين. أما كرات الدم البيضاء فهي الجيش اللي بيدافع عن الجسم ضد الميكروبات والجراثيم. والصفائح الدموية ربنا خلقها لنا علشان تعمل تجلط للدم في حالة إذا الإنسان اتجرح، ما يفضلش الدم ينزل. الصفائح الدموية بتعمل تجلط للجرح وتقفل الجرح وتمنع نزيف الدم. أما البلازما فهو سائل أصفر يوجد من مكونات الدم. إزاي نحافظ على الجهاز الدوري؟ نحافظ على الجهاز الدوري أولا ممارسة الرياضة بانتظام. لازم كل يوم نمارس الرياضة ولو نص ساعة مجرد مشي، إن احنا نحرك جسمنا. نمرة 2، تناول غذاء صحي متوازن، يعني ما ناكلش الأكلات اللي فيها دهون كتير عشان دي بتأثر على الأوعية الدموية وبتعمل ترسبات في الأوعية الدموية. رقم 3، عدم التدخين، لأن التدخين ضار جدا بالصحة وبيؤثر على الرئتين وعلى الأوعية الدموية. ورقم 4، عدم الانفعال. ده بالنسبة للجهاز الدوري، الدرس الأول في الوحدة الثانية. أما الدرس الثاني فبيتكلم على الإخراج. إيه هي عملية الإخراج؟ عملية الإخراج هي عملية بيتخلص فيها الإنسان من الفضلات الناتجة من احتراق الغذاء المهضوم. طبعا أنتوا عارفين أن كل جهاز في جسم الإنسان له وظيفة معينة بيختص بيها. يعني الجهاز الهضمي وظيفته أنه هو يهضم الطعام ويحولها من صورة معقدة إلى صورة بسيطة، وبعدين بيتبقى من الغذاء المهضوم ده غذاء لم يهضم، بيضطر الجسم ان هو يخرجه بره الجسم، لانه لو فضل في الجسم هيعمل مشاكل وامراض كتير. طيب ايه هي اعضاء الاخراج؟ عندنا 3 أعضاء للاخراج: الرئتان، الجلد، الجهاز البولي. الرئتان بتخلص الجسم من ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. طبعا انتوا عارفين عملية الشهيق والزفير. عملية الشهيق انا باخد فيها الهواء داخل في الاكسجين وثاني اكسيد الكربون وبخار المية والهيدروجين. الجسم بيحتاج فقط للاكسجين، وبيخرج في عملية الزفير ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. اما الجلد فبيخلص الجسم من الماء والاملاح الزائدة عن حاجة الجسم، لأن وجود أملاح في الجسم لما بتترسب بتعمل مشاكل في العظام. أما الجهاز البولي فبيخلص الجسم من البولينة وحمض البوليك الزائد في الجسم. طيب يا ترى الجهاز البولي بيتكون من إيه؟ بيتكون من الكليتان والحالبان والمثانة البولية. طيب إزاي نحافظ على الجهاز الإخراجي؟ أولاً نشرب كميات كافية من الماء، لأن الماء بيقوم بخروج الأملاح الزائدة عن حاجة الجسم. التقليل من الأملاح والبهارات في الطعام. رقم 3،
عدم الاحتفاظ بالبول لفترة طويلة، وده يبقى الإخراج في الإنسان وعملية الإخراج والجهاز البولي. مع تحياتي لكم وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.